بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دروس من أبي هريرة، وهي الدرس الثاني من سلسلة الدروس والعبر من مدرسة النبوة لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل لنا تاريخاً نفتخر به ونعتز به، فإذا انتسبنا لأولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا نظرنا ودرسنا سير أولئك الأخيار الذين سطرت حياتهم على صفحات التاريخ إلى قيام الساعة بسير خالدة باقية ما بقيت السماوات والأرض، إنهم ذلكم الجيل المثالي الذين تعب النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتهم وأنشأهم على كتابه، على كتاب ربه وعلى سنته، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فأصبحوا يترجمون لنا هذا الدين ترجمة حية واضحة أمام أعيننا. إن أمتنا في هذا العصر لهي في حاجة إلى أن ترتبط بسير أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، تلكم السير التي تعتبر منهج حياة لمن سار على طريقها. أبقى الله لنا سيرهم كالنجوم علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر، وهكذا سير أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن يا أسف على أمتي في عصرها، نسيت سيرهم وأخبارهم، بل نسيت أسماءهم، فكم من المسلمين يجهل كثيرا من سير أولئك وأسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أصبح نشأ أمتي يعرف كثيرا من أهل الزمر والطرب والممثلين والممثلات، يعرف كثيرا من الرياضيين ومن أهل المعاصي والفجور أكثر مما كان يعرف أو أكثر مما يعرف عن حياة أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد قال لنا الإمام مالك إمام أهل المدينة يحكي عن واقع السلف، كانوا يعلمون صبيانهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وعلى العكس طوائف ظلت عن الصراط المستقيم، أصبحت تربي نشأها على بغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهم منذ نعومة أظفاره، يربطونه ببغض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد تكلمنا فيما قبل في حاجتنا لسير الصحابة بعناصر مجملة، وعل هذه المحاضرة أن تكون مفصلة في ترجمة واحد من أولئك الأخيار، وتتلوها سلاسل في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندرس حياتهم دراسة دقيقة على ضوء تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك أن تكون قصصا نقضي بها الوقت والزمن، وإنما لتصبح منهج حياة نربطه بحياتنا وواقعنا. ذكرنا في حاجتنا لسير الصحابة أن الأمة في حاجة إلى أن تدرس سير أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، منها أن تتشجع على طاعة الله تعالى، فها هم صحابة النبي يتسابقون في الطاعات، وأحدنا حديثه وكلامه في المسابقة في الدينار والدرهم، في فتح المحلات والاشتغال في المال وغير ذلك،
ننطلق لأبي بكر الصديق كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع الصحابة فكان يسأل من صام هذا اليوم؟ وأبو بكر يقول أنا يا رسول الله. من عاد مريضاً؟ أبو بكر يقول أنا يا رسول الله. من صلى على جنازة؟ أنا، يقول أبو بكر أنا يا رسول الله. من تصدق في هذا اليوم؟ فيقول أبو بكر أنا يا رسول الله. وهكذا في أعمال صالحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عملها امرؤ في يوم إلا كان من أهل الجنة. تنافس غريب في طاعة الله تعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلنا كذلك من حاجتنا لسير الصحابة بعنصر ثم بمثال، فلست سأقف فيكفي ما ذكرنا سابقا بدراستنا لحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعلم كيف ضحى أولئك بأموالهم وبأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله وبكل ما يمتلكون لإعلاء كلمة الله تعالى. فنجد أمثلة لذلك امرأة صالحة رضي الله عنها من الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها. قدم النبي بعد غزوة أحد وقتل 70 من الصحابة الأخيار، ويأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة، فيخبرونها بأن ابنها وزوجها وبأن أخيها قد قتل واستشهد في سبيل الله. فما سألت عنهم؟ قالت أخبروني عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهو طيب؟ أهو قد نجا من الأعداء؟ ألم يصب بجراح؟ ألم تستفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الصحابة لها إنه بخير، فتقول لا، حتى أراه بأم عيني. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عزاها في ابنها وفي أخيها وفي زوجها، فقالت يا رسول الله إن المصاب بعدك جلل، أي هين ما دمت طيبا صلى الله عليه وسلم. هذا مثال أين نجده؟ أفي تاريخنا نحن؟ أفي واقعنا الذي نشاهده؟ أم في تاريخ أمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ بدراستنا لحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعلم مقدار الانحراف في مجتمعنا نحن. كم من الناس يطنطنون لنا دائما مجتمعنا من أفضل المجتمعات، يقارنوننا بالمجتمعات التي هي المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بمجتمعات انتشر الزنا فيها ووجد فيها المعاصي شاهرة ظاهرة. وإذا قارنت مجتمعنا بالمجتمعات الأخرى قلنا نحن أحسن المجتمعات وأفضلها. ولكن نقول رويدا، أنحن نربط بواقعنا أم نربط بحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لننطلق لحياة أولئك؟ أفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم شيد بنكا ربويا يعلن فيه الحرب على الله ورسوله؟ أفي مجتمع النبي يدافع يحمى وتوجد مؤسسات للزمر والطرب وينفق عليها الأموال إلى خير ذلك؟ أفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم توجد فيها النساء متبرجات سافرات في غير ما موقع من شرائح مجتمعنا إلى غير ذلك؟ انطلق لمجتمع الصحابة ثم اربط مجتمعنا به، تعلم بمقدار الانحراف على ضوء ذلك المجتمع رضي الله عنهم وأرضاهم. إلى غير ذلك من سيرهم رضي الله عنهم أولئك الأخيار الأطهار. ثم ننطلق إلى أمر ما نحن بصدد الكلام حوله، إننا مع صحابي جليل، صحابي عظيم رضي الله عنه وأرضاه، إنه أبو هريرة، صحابي قد لمع لنا في كتب الحديث، فما نذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونجد أن أبا هريرة قد رواه أو روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الصحابي قد ظلمه كثير من الناس، ظلمته طوائف من أهل الضلال والانحراف، فأصبحت تصم أهل السنة والجماعة بأنهم أصحاب أبي هريرة لمزا وتنقصا. ونقول رويدا إنكم على الضلال والانحراف
رضيتم أم أبيتم بمقتضى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يتنقصونه ويتندرون به ويلمزونه. ومما لا شك فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هم خير الخلق بعد النبي بعد الأنبياء والرسل، فالنبي أفضل الرسل وأتباعه هم أفضل أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذا قال سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم: إن معرفة أحوالهم وسيرهم تضيء للمسلم الطريق ليعرف المنهج الحق ليتأسى بهذا الطريق. فالصحابة هم أفضل من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة هم نقلة الرسالة لنا، نقلة الإسلام، نقلوه لنا نقلاً صحيحاً في كل صغير وكبير. فهم حافظوا على دينه، دين الذي جاء به النبي ونقلوه لنا. فإن من المحافظة على ديننا نحن يستوجب لنا دراسة سير أولئك الأخيار ومعرفة تاريخهم وأخبارهم. يروي لنا الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي زرعة رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت الرجل يستنقص أحداً من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، فاعلم بأنه زنديق. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الحق واتبع ذلك الحق إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بمن نقد في الصحابة أولى، فهم الزنادقة إذ يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الإمام الألوسي في الأجوبة العراقية: إن حرمة الصحابة أي منزلتهم ومكانتهم وعدم التعرض لهم أمر لا ينبغي أن تنتطح فيه كبشان ولا أن يتنازع فيه اثنان. ولذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هناك طائفة من الناس تصم الصحابة بالارتداد عن دين الإسلام، وأنه لم يبق على هذا الدين إلا ستة أو سبعة، فيحكم بكفرهم وخروجهم من ملة الإسلام. وتروي لنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول: إن أولئك، تقصد الخوارج والمبتدعة، أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم سبوهم. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: إنه لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. ويروي لنا الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم في الأخبار الصحابة الأنصار فيقول: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. إن التعرض للصحابة بسوء علامة نقص الإيمان. أختم بقول الإمام مالك إمام الدار الهجرة، فقال: إن من انتقص واحداً من الصحابة أو طعن في روايته فقد رد على رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين. ويا أسف، جريدة تنتسب لهذا البلد إلى بلد الحرمين، إنها الشرق الأغبر تسمى الشرق الأوسط، تكتب عن أبي هريرة فتقول: إن أبا هريرة يروي لنا أحاديث تخالف الذوق السليم، وقد قدح فيه أو استنقصه ولمزه بعض من العقلانيين والعلمانيين وغيره. وقد يتساءل بعض الناس فيقول: لما يقدح أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ فنقول: لأن أبا هريرة هو أكثر من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد روى أكثر من 5000 حديث عن النبي، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رواية لحديث النبي. فإذا قدح في الأعلى
فمن باب أولى أن يُقدح في من دونه، ويسهل على المبتدعة وعلى طوائف الضلال أن يلمزوا أي حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول رويداً: فأصحاب النبي عندنا في نفوسنا لهم المنازل العليا رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنا لنحبهم حباً نسأل الله بهذا الحب أن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى، وما ذلك على الله بعزيز. فالرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ننطلق لترجمة ميسرة لهذا الصحابي العظيم. أبو هريرة هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، اسمه على القول الصحيح عبد الرحمن بن صخر، كان يسمى في الجاهلية عبد شمس فغير اسمه، اشتهر بكنيته فإذا أطلق فقيل هذا هو أبو هريرة، انطلق إلى ذلك الصحابي العلم الذي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بذلك، قيل لأن النبي لقبه، وقيل إنه سمي في قومه. كان يرعى الغنم لقومه، وفي رجوعه بعد رعي الغنم وجد هرة برية فوضعها في كمه، فرأوه قومه فقالوا: ما هذه يا ما هذه؟ قال: هرة. قالوا: أنت أبو هريرة. فانطلق ويصبح يسمى بهذا الاسم. كان رجلاً آدم، يعني فيه شيء من السمرة، بعيد بين المنكبين، براق الثنايا رضي الله عنه وأرضاه، يخضب لحيته بالحنة بعد أن كبر، وكان يلبس الكتان والعمامة السوداء. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات، أسلم متأخراً ولم يسلم متقدماً، فإنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سنة 70 من الهجرة، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات عدة في خيبر وذات الرقاع، وشهد إجلاء اليهود من المدينة، شهد فتح مكة رضي الله عنه وحنين والطائف وتبوك، واشترك مع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين، وشهد غزوة اليرموك، وغزى مع الصحابة في أرمينية وفي جهات جرجان وغيرها. كان يعتبر رضي الله عنه وأرضاه الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إليه. يروي لنا الإمام النسائي عنه رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفقت نفسي ومالي في سبيل الله، فإن أقتل أكن من أفضل الشهداء، وإن أرجع إلى قومي وإلى بلدي أكن محررا رضي الله عنه وأرضاه، أي محررا من النار. وعند الإمام أحمد في مسنده بلفظ آخر قال: فإن استشهدت كنت من خير الشهداء. فضائله جمة رضي الله عنه وأرضاه، أولها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لقبيلة دوس، فإن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قدم إلى النبي أيام مكة، ودعاه النبي إلى الإسلام فاتبعه، وأمره النبي أن ينطلق داعية إلى قومه، ثم رجع إلى النبي بعد فترة فقال: يا رسول الله، إني دعوت دوسا فلم تقبل دينك يا رسول الله، فادعوا عليهم أن يهلكهم يا رسول الله، أن يهلكهم الله. رفع النبي أكفه فقال الطفيل رضي الله عنه وأرضاه: الآن تهلك دوس إذا دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوس وأتني بهم، اللهم اهد دوس وأتني بهم، وتنال تلك الدعوة أبا هريرة فيكون ممن اهتدى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ أبو هريرة شرف أهل اليمن، كما روى البخاري من حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وقال: الإيمان هاهنا، يشير إلى اليمن. ويروي لنا البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
وكان من فضائله رضي الله عنه أن حصل له فضل الهجرة، فإنه هاجر بعد فتح مكة، فهاجر قبل فتح مكة، وبعد فتح مكة لم يكن ثمة هجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهاجر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تفتح مكة. حفظ أبو هريرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حمل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه لم يلحقه أحد من الصحابة بكثرته، وحدث عنه عدد كثير، حدث عنه من الصحابة 800 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كان هؤلاء أصحاب النبي ينقلون عن أبي هريرة، فكيف بالتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ صحب النبي 4 سنين، ولكنه لما قدم إلى مكة إلى المدينة لم يشتغل في الصفق في الأسواق، لزم الصفة وكانت موطناً للمساكين، لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فكان يشهد والصحابة يغيبون، وكان يحضر مجامع النبي والصحابة ينطلقون هنا وهناك، إما في الأسواق وإما في مزارعهم وإما في أمورهم، فكان أغلب وقته رضي الله عنه وأرضاه ملازماً للنبي لا يبتعد عنه إطلاقاً. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وهذا ما نريد أن نرد به على أولئك الذين يقدحون في حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، فلقد كان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الإمام الذهبي في سير أعلامه: إن حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يروي لنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخاطب الصحابة الأطهار فيقول لهم: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله. فقال رضي الله عنه وأرضاه معتذرًا لنفسه: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان إخوتي من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم في الزراعة وغيره، وكنت امرأً مسكيناً من مساكين الصفة ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه يوما، وكان جالساً أبو هريرة للنبي: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ثم يجمع ثوبه عليه إلا وعى جميع ما أقول. يقول أبو هريرة: فبسطت نمرة كانت علي حتى إذا قضى النبي مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بل يروي لنا الإمام مسلم والبخاري رضي الله عنهما عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يخاطب الصحابة: تزعمون أني أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد يوم القيامة. كأنه يريد أن يحاجهم بين يدي الله: إني كنت امرأً مسكيناً أصحب النبي صلى الله عليه وسلم ملء بطني، وإنه حدثنا يوماً، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حديثاً وقال لنا: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لم ينس شيئاً مما لم ينس شيئاً سمعه مني أبداً. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي، فوالذي بعثه بالحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسيت شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على قوة حفظه ما رواه الحاكم في مستدركه، وصححه وأقره الإمام الذهبي، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المدينة، وكان الأمير على المدينة مروان بن الحكم، فأراد أن يختبر مروان حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فدعا أبا هريرة إلى مجلسه وأمر كاتبا يكتب
ينقل مقالة أبي هريرة خلف الستار وأبو هريرة لا يعلم بهذا الشيء. فلما جلس أبو هريرة قال له مروان: يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس يحدثهم ساعة والكاتب خلف الستار يكتب كل حرف يقوله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انقضى حديث أبي هريرة ثم انصرف، وبعد عام كامل زار أبو هريرة رضي الله عنه مروان، فقال مروان وجاء بالكاتب خلف الستار، وقال مروان لأبي هريرة: يا أبا هريرة حدثتنا العام الماضي بأحاديث لو أعدتها لنا لسمعناها. فأخذ أبو هريرة يحدث والكاتب يتابع وراء الستار. قالوا: فما خرم أبو هريرة حرفا واحدا حدثه منذ العام الماضي. يقول الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه: والله لهو هذا الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لأولئك الذين يقدحون في حفظه رضي الله عنه: رويدا، كيف تجرؤون على القدح في رجل رضي الله عنه وفي صحابي دعا له النبي وثبتت الأحاديث في حفظه رضي الله عنه وأرضاه؟ ولذا يقول الإمام الحافظ الذهبي: احتج المسلمون قديما وحديثا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه ولجلالته ولإتقانه ولفقهه. وناهيك عن أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر الصحابة بأن ينطلقوا إلى أبي هريرة يستفتونه وهو بينهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأبي هريرة فقال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نحن أهل السنة والجماعة، أصح الأسانيد عندنا تجد فيها من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأصح الأسانيد، أو من أصح الأسانيد، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذا فإنا نقول: أين مثل أبي هريرة رضي الله عنه حفظاً وسعة علم وغير ذلك؟ ولقد كان أبو هريرة من كبار المفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان عدة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مع معجزته في الحفظ معجزة عجيبة أذكرها لكم، يرويها لنا الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي وحسن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات معي، وذكر في بعض الطرق أنها قريب من 22 تمرة، فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعل فيهن البركة. فقبضهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم دعا فيهن بالبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذهن واجعلهن في مزودة، فإذا أردت أن تأخذ منهن شيئا فأدخل يدك ثم خذ، ولا تنثرهن نثرا، ولا تنثرهن نثرا. قال: فحملت هذه التمرات فوضعتهن في جراب. قال: فكنت آخذ من هذا الجراب وأتصدق منه. وفي بعض الأحاديث أنه تصدق ب50 وسقا في سبيل الله، 50 وسق عددها كبير جدا. قال: فبقي معي هذا الجراب آكل منه وأطعم منه وأتصدق في سبيل الله، حتى كان في عهد عثمان انقطع فسقط مني، ربما كان خرج به معه في غزوة أو غيره ففقد ذلك الجراب. هذه معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي له مواعظ، من مواعظه ما نقله الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الأوسط وحسن هذا الحديث، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر بسوق المدينة فوقف على أهله فقال لهم: يا أهل السوق، أيعجز أحدكم؟ قالوا: وما ذلك حتى نعجز؟ قالوا: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى المسجد فيأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقسم بينهم؟
كيف أنتم في السوق وميراث النبوة يقسم في المسجد، وأنتم هنا في الصفق في الأسواق؟ فانطلق الناس، تركوا سوقهم وذهبوا إلى المسجد. فلما انطلقوا فماذا وجدوا؟ خرجوا سرعانا، فقالوا له: يا أبا هريرة، لم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم: وماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الفقه والحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ويحكم، فذاك ميراث النبوة، فوجب أن تنطلقوا إلى هذه المجالس. وإنا لنأخذ درسا هنا نستفيد منه. كم من شباب الإسلام، بل من المسلمين، ربما ما حضر درسا واحدا، ولا محاضرة واحدة، ولا سمع شريطا واحدا، ولا دخل تسجيلة واحدة من التسجيلات من محلات التسجيل الإسلامية. إعراض عجيب، ميراث النبوة يقسم بين أظهر الناس، وفي الناس إعراض عجيب عن هذا الخير. هذا يدلنا على الجهل الذي فيه كثير من المسلمين في عصرنا، بل إن بعض الناس يمر فيعرض يمنة ويسرة، ويجلس في مجالس ربما لا يكون فيها إلا المعصية والزمر والطرب وغير ذلك. ومن مواعظه رضي الله عنه وأرضاه لما نزل به الموت، كما ذكر لنا الإمام ابن سعد وصاحب الحلية أبو نعيم رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا هريرة لما مرض بكى بكاء مرا، فقيل له: على ما تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما أبكي على دنياكم، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني إن أمسيت أمسي في صعود أو هبوط، فما أدري أأصعد إلى الجنة أم يهبط بي إلى النار، فلا أدري أين يؤخذ بي، أيمنة أم يسرة. رضي الله عن هؤلاء الأخيار. هذا حالهم مع كثرة العبادة، كما سيأتينا في عبادته. فلقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت عنه، كما رواه الإمام أحمد في الزهد وصححه الحافظ ابن حجر، قال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة 7 أيام فعجبت منه، كان يقسم الليل ثلاثا، هو وزوجته وخادمه، فيقوم رضي الله عنه ثلث الليل ثم ينام، ثم تقوم زوجته ثم تنام، ثم يقوم الثلث الأخير خادمه رضي الله عنه وأرضاه. فليلهم يدوي فيه القرآن، وليلهم كله تسبيح وتهليل وركوع وسجود. أين هم من ليلنا نحن على سهر، على أشرطة زمر وطرب، وعلى أشرطة فيديو أو متابعة لأفلام وغنى وسهرات على ورق وغيرها؟ أين نحن من ليل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذا كانت هذه عبادة أبي هريرة، ومع ذلك يقول: إني أخشى طول السفر وقلة الزاد، زاده قليل رضي الله عنه يقوله. أين نحن؟ جمعنا بين إساءة وقلة عمل، جمعنا بين إساءة وحسن ظن بالله أن أعمالنا التي فيها القصور والنقص أنها سترقينا إلى درجة هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجد من منهجه رضي الله عنه ومواعظه، دخل عليه مروان بن الحكم أمير المدينة فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه مودع: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. فخرج مروان فما توسط السوق، وإذا بالخبر يعطى أن أبا هريرة قد ودع الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحب لقاء الله. ونرجو أن يكون الله قد أحب لقاءه بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عبادته رضي الله عنه وأرضاه أنه يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر،
بل إنه ليترجم هذا الدين ترجمة عملية. إننا والله لسنا في حاجة لكثرة الكلام والمواعظ والذكر بمقدار ما نحن في حاجة إلى الترجمة العملية لهذا الدين، كحال سلوك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا كانت نية إيجاد هذه السلاسل ليعلم الناس والنشأ وشباب الصحوة السلوك العملي لهذا الدين. لسنا في حاجة إلى جر عواطف الناس أو تحميسهم أو شحذ هممهم، إلا نحن إنما نحن في حاجة إلى أن نعطيهم الصور الحية لهذا الدين الكامل في حياة أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فلقد كان أبو هريرة كما ثبت في صحيح البخاري، أبو هريرة وابن عمر في عشر ذي الحجة يخرجان للأسواق، لا للشراء ولا للصفق فيه ولا لجمع الدينار والدرهم، وإنما ليكبر، لأن السنة التكبير تلك السنة شعر الصحابة بأن بعضهم قد غفل عنها وبأن التابعين قد نسوها فأرادوا أن يحيوها، فكان يدخلان في السوق فيكبران رضي الله عنهما وأرضاهما حتى تضج الأسواق بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لقد كان سريع الدمعة رضي الله عنه، وليس غريبا على أولئك الأخيار، فنبيهم كان من أسرع الناس دمعة، وأبو هريرة إذا ذكر له المصطفى ذرفت عيناه بالدمع. يروي لنا ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: دخل رجل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال: مررت بالمدينة فإذا بأبي هريرة جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله حلقة يحدثهم، فأخذ يحدث، ولما أراد أن يروي لهم حديث النبي قال: حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم استعبر قليلا فبكى ثم تصبر، ثم قال لهم: حدثني خليلي نبيي صلى الله عليه وسلم، فاستعبر فبكى فلم يستطع أن يكمل وخرج من المسجد صلى الله رضي الله عنه وأرضاه لما تذكر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. صحابتنا رضي الله عنهم وأرضاهم قمم جربوا في الرخاء وفي الشدة، ليس كحالنا نحن، نحن نعيش في رخاء وفي نعمة وفي أمن ورغد عيش إلى غير ذلك، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصيبوا بالشدائد وبالجوع وغيره. ويضرب مثال لجوع الصحابة رضي الله عنهم بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى لنا البخاري عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان في مكة في المدينة أول قدم، كانت ثيابه مرقعة، كان لا يجد لقمة العيش رضي الله عنه، ربما أصابه الجوع فربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وإذا بهذه القصة تذكره بنعمة الله تعالى. إذا بأبي هريرة رضي الله عنه ونحن جلوسا عنده تمخط، وكان عليه ثياب الكتان القطن الناعم الطيب، قال: فأخذ أبو هريرة فتمخط في الكتان، ثم قال رضي الله عنه: الحمد لله الذي يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر بين منزل عائشة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا علي من شدة الجوع، وإنه ليمر الرجل بي فيضع رجله على صدري فأرفع رأسي وأقول: إنه ليس بي الذي تقصدون. كان الصحابة يظنون أن به مسا أو جنون، فيقول لهم: والله ما بي شيء إلا شدة الجوع، سقطت الآن مغمى علي. والآن يتذكر نعمة الله، يتمخط في الكتان ووجدك عائلا فأغنى، يمتن الله بها على رسوله، ونحن في نعم تترى علينا متوالية. من أحاديث جوعه قصة عظيمة أرويها لكم بالمعنى، أصلها في عند البخاري وعند الإمام أحمد وعند الترمذي. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إني والله إن كنت لأعتمد على الأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأربط على بطني الحجر من شدة الجوع،
وهذا الأمر ليس خاصاً بالصحابة، فلقد كانوا في غزوة الأحزاب في حال حفر الخندق أصابهم جهد عظيم. الصحابة الأخيار مضى عليهم يومين وفي بعضها ثلاثة أيام ما أكلوا شيئاً، وهم يحفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أحد الصحابة ليري المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الجهد، فقال: يا رسول الله، إني أصبت من الجوع ما ترى. وكشف عن بطنه رضي الله عنه، وإذا هو قد ربط على بطنه حجرا. ونظر النبي إليه، ولكن النبي أراد أن يؤدبه وأن يوجهه، فكشف النبي عن بطنه، وإذا هو صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. بعدها ما شك الصحابي شدة الجوع التي أصابته، ويقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ولقد قعدت مرة على طريقهم، يعني على طريق الصحابة، عل أحدا من الصحابة أن يفطن بي فيستضيفني في بيته فيسد رمقي مما أصابني من الجوع. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه، قال: فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما أسأله، أريد أن أعلم حكمها لأني أعرف، لكن قلت لعله أن يفطن ما بي من الجوع فيذهب بي معه إلى بيته. قال: فأجابني عن الآية ولم يفطن. ثم مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسألته عن آية من كتاب الله عله أن يفطن بي ما بي من الجوع، فأجابني ولم يعلم بي. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لما رأى ما بوجهه من شدة الجوع، قال له النبي: أبو هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. فدخلت معه إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فينطلق النبي عله أن يجد طعام، فبحث النبي فوجد قدحاً صغيراً من لبن، فسأل النبي: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: يا رسول الله. أجابت زوجة النبي، قالت: يا رسول الله، إنه أهداه إلينا بنو فلان. فقال أبو هريرة لما نظر إلى القدح، قال: إن هذا سيسد جوعتي. فقال النبي: يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: فظننت أن النبي سيقدم لي القدح، قلت لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم ليشاركون في هذا اللبن. قال: فوجدت في نفسي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا كنت أعلم أن أهل الصفة هم أضياف الإسلام، لا أهل لهم ولا مال. إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة أرسلها إليهم، والهدية يصيب بهم منها. وإذا به لما قال لي النبي: انطلق إليهم وأتني بهم، قلت في نفسي: فما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة، ولكنني أقول: ليس لي بد أن أسمع وأطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انطلقت إليهم وجئت بهم، فجاءوا مجيبين مسرعين، كلهم جوعى كما كحالي أنا. قال النبي: يا أبا هريرة. قال: فاستبشرت، ظننت أن النبي سيقدمني عليهم لأشرب. قال النبي: أعطهم هم. وأخذت أعطيهم القدح، فيشرب كل صحابي حتى يرتويت، حتى أتى عليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهل الصفة قد يبلغون 70 إلى 80. وناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي رأسه متبسما، لأن النبي قد علم ما في نفس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي: يا أبا هريرة، بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله. قال النبي: يا أبا هريرة اشرب. فشرب أبو هريرة رضي الله عنه، فلما ارتوى قال: يا رسول الله خذ. قال: اشرب. فشرب. ثم قال له النبي ثالثة: اشرب. فشرب. ثم قال له رابعة: قال: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا ولا أجد له مساغا. فأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة أولئك المساكين، 70 من أهل الصفة ما تقزز النبي من إناء واحد يشربون، وهم رضي الله عنهم معروف حال الفقر ما يصاب به الإنسان، ومع ذلك نبي الهداية يرسي للأمة منهجا تتربى عليه إلى قيام الساعة.
من أمثلة ما أصابهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي قد لا يجد لهم شيئا يطعمهم، فلقد كان النبي يقسم لهم التمرات عددا. فيروي لنا الإمام أحمد في مسنده بسند صححه الشيخ أحمد شاكر من حديث أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة: إنه أصابهم جوع وهم سبعة، فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان منا تمرة واحدة. والجوع يصيب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل يصيب بيت النبوة كما روى أبو داود رحمه الله ورضي عنه بسند صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحسن والحسين يبكيان، فقال علي بن أبي طالب: ما يبكيهما؟ قالت فاطمة بنت الرسول: يبكيان من شدة الجوع ما يجدان ما يأكلانه، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالكلام حول جوع الصحابة يطول، ونحن الآن نواة المحاضرة هو ما سأتكلم عليه الآن، وهي قضية بر الوالدين. وأبو هريرة يجسد لنا بر الوالدين تجسيدا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجراني، أي أنه إذا أدى حق ربه وحق مواليه أعطاه الله أجره مرتين. فيقول أبو هريرة وهو عربي رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري بأمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. وفي صحيح مسلم قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يذهب للحج إلا بعد أن ماتت أمه. أوليس الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ أليس من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ تلكم التطبيق العملي والتربية الصادقة. يرى الصحابة رضي الله عنهم والصحابي وهذا الذي معنا رضي الله عنه وأرضاك أن جلوسه عند أمه يقضي حاجتها ويطعمها وينفق عليها ويجالسها ويبتسم في وجهها خير له من الحج والذهاب هناك. كم من شباب الإسلام في هذه الأيام يعرضون عن آبائهم وأمهاتهم